يا هلا ومرحبا متابعين ومتابعات قناة ثامراي. قبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وكثروا اللايكات، واللي وده يدخل في السحب يسجل في سناب شات حقي الموجود فوق. اليوم تغطيتنا من دولة إيطاليا، مستأجرين لنا أوبل جراند تراك إكس، فقلنا ناخذ لفة عليها ونوريكم مواصفاتها. النوع هذا ما ينزل السعودية، أوبل أصلا شركة أمريكية كانت تتبع شركة جنرال موتورز، وشرتها شركة اسمها جروب بي اس اي، شركة فرنسية لكن السيارة تتصنع في ألمانيا. عشان كذا لين الحين السيارة تستخدم بعض قطاع جنرال موتورز. السيارة هذه شبيهة بالكادلك الاكس تي 4 الجديدة في الحجم وفي الشكل الداخلي، لكن مكينتها أصغر ومواصفاتها أقل شوية. الفئة اللي معنا هذه تقريبا نصف، فيها مواصفات حلوة، فيها مثبت سرعة، تحكم كامل بالدركسون، بلوتوث، تحكم كامل بالشاشة، والشاشة حقتها فيها نافيجيشن، بالإضافة للمواصفات الثانية مثل الشنطة الخلفية أو الباب الخلفي فيه كاميرا وينفتح بزرار، أو الواحد يقدر يمد رجله تحت الصدام وينفتح الباب أوتوماتيك بدون ما أحد يلمسه. سيارة حجمها حلو وسيعة تشيل 5 أشخاص، بالإضافة للمساحة الخلفية تعتبر مساحة مرة ممتازة. هنا التحكم بالمكيف، والجير حقها توماتيك 6 سرعات، فيها تراكشن وكنترول، فيها نظام الخروج عن المسار. بالنسبة لطبلون السيارة يعني شبيهة بسيارات جنرال موتورز، بما أن السيارة كانت أمريكية في الأصل. تشغيل بصمة، وطبلونها 240، وبما انها 4 سلندر تيربو 1.6 تقريبا ما تصرف بنزين. هذه المساحة الخلفية، مساحة كبيرة. السيارة فيها فتحات تكييف خلفية، والكراسي سيحة وشرحة، وفيها مناطق اللي تثبت فيها كراسي الأطفال. شنطة حقتها كبيرة مثل ما تشوفون، والمراتب الخلفية تتصفط إذا الواحد يبغى مساحة أكبر. وهذه الأزرار حقت فتح الباب، واحد يقدر يفتح الباب مثل ما قلت يمد رجله تحت الصدام أو بالأزرار الأحمر هذا. هذه لفة سريعة على أوبل جراند تراك إكس، تعتبر من سيارات الكروس أوفر، رفيعة وسواقتها حلوة. اللي عنده أسئلة أو استفسارات ممكن يكتبلي في الكومنتات تحت.